السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش نعرفوا سيد موثوق موش موثوق في منصة باينانس. كاين ناس او جزائريين يحاولوا يشيو الدولار في منصة باينانس وخايفي في الاحتياء والنصب. تابع معي هذا الفيديو باش تفهم معي مليح. قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس باش يوصلك جديد. مهم حنا ندخلوا الى منصه باينانس بهذه الطريقه خاوتي، ومن بعد نروحوا للمحفظه، ومن بعد نروحوا للتمويل، ومن بعد نضغط على الشخص للشخص. ها هي حنايا نحوسوا نشرو USDT او الدولار في منصه باينانس. هذه هي تكون على بالكم. وباينانس في جميع الطرق، في جميع الطرق السحب وكذلك الايداع. هذه هي دوها في بالكم. ما علينا، انا يا نحوس نشي مثال 4 دولار او 5 دولار. مثال انا ندير قيمه 100000، ندير 1000 دينار ها هي، ومن بعد نديروا التاكيد. فهمتوا خاوتي؟ راه عندي كونيكسيون شويه ضعيفه. لو كسب مثال ايوا هنايا يطلعوا لي جماعه نتاع 100000، معناتها 5 دولار ولا 4 دولار. انا واش ندير قبل ما نشري على السيد؟ نشوف طلبيات. مثال هذا عنده 94 طلبيات وعنده 90.40% اكتمال. نشوف وقت اخر مثال اللي عنده طلبيات بزاف، ولو كان قاع عنده مثال الدولار عنده قليل ومعليش، مهم يكون ثقة كما هذا يا خاوتي، كما هذا يا كما هذا يا مثال قال لك هنا يا عنده طلبيات 230 وعنده تقييمات 92.40% اكتمال. نكليكو على الملف او البروفيل نتاع السيد. هنا يعطي لك جميع معاملات تاعو، يعطي لك جميع الاعلانات وكذلك اعجابات وسلبيات. كما هذا يقول لك هنايا مستخدم مجهول، كما يقول لك هنايا يعطيك انسان ثقه ما شاء الله، معاملة تاعو سريعه. معناه هنايا الجماعه اللي شراو عليه هم شكروا فيه خاوتي. شوفوا معايا ملي قال لك معاملات تاع سريعه كذا وكذا، موثوق سريع جدا. ما علينا، انا يا نحوس نشي على هذا، يا واش ندير؟ ندير الشراء، ندير الشراء بهذه الطريقه خاوتي. ومن بعد ديروا مثال 100000، 100000 تجينا 4.20 دولار بهذه الطريقه. ومن بعد ندير وضع الطلب، قال لك انا حدد طريقه الدفع. مثال انا يا عن طريق باريدي موب، ندير باريدي موب وندير الطلب بهذه الطريقه. ومن بعد تهضر معاه هنايا في الدردشه. مثال سلام سلام ابعث لي الريب بهذه الطريقة. خاوتي نعطيكم نصيحة، قبل ما تبعثوا دراهم اضغط على عرض تفاصيل الدفع، تكليك عليها ومن بعد تكليك على هذه، تكليك عليها ومن بعد تروحوا ابعثوا دراهم في باريدي موب بهذه الطريقة. اجاكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.